يونس توك، خلاصة قراءات وتجارب في ميدان الترجمة والكتابة وصناعة المحتوى، تأتيكم أسبوعيا في قالب مميز وشيق، يقدمها الكاتب والمترجم يونس بن عمارة. الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل، رواية إفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة. إن خير من استكتبت قلم قوي وفكر رصين. استكتب، منصة صناعة المحتوى النصي في العالم العربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من يونس توك. صباح الخير، مساء الخير، حسب الوقت الذي تستمعون فيه لهذه الحلقة. وصلني سؤال بشكل تعليق على الصفحة الرسمية يونس توك على الفيسبوك، وهو يقول: في حال انقطاع الانترنت وهو وسيلة مهمة للترجمة بهذا الوقت، شوفي شيء ثاني غير الانترنت ممكن يساعدني ويدعم ترجمتي. يعني في حال انقطاع الانترنت، ما هي الوسائل التي يعتمد عليها المبرمج في الترجمة؟ وسوف نحاول الإجابة عن هذا السؤال إن شاء الله في هذه الحلقة، وإذا فيه روابط أو إحالات بتلاقوها في التدوين التابعة لهذه الحلقة إن شاء الله. فإذا هناك، أولا وضعت ملاحظتين قبل إجابة، يعني قبل الوسائل، واللي هي ثلاثة فقط وسائل، ما لقيت يعني بعد تأمل ما لقيت أكثر من ثلاثة وسائل، لكن في ملاحظتين قبل ما نروح لهذه الوسائل. وهو الملاحظة الأولى هي أول شيء، أول نصيحة، هي استغل دوما ما لديك عندما يكون متاحا ولا في متناولك، يعني لازم تستغله مدام في متناولك. والملاحظة الثانية، ورح نشرح الملاحظة الأولى، نشرح الملاحظة الثانية. والملاحظة الثانية هي نوع مصادر الانترنت، أي ضع احتياطاتك. فأول ملاحظة، استغل دوما ما لديك عندما يكون متاحا. شو نعني بها؟ يعني شو نقصد بها؟ ونقصد أنه الآن حاليا لما أنت بيكون عندك الانترنت، متوفر الانترنت، لازم تضبط وقتك، لازم بيكون لازم عندك يا إما سجل بتضبط فيه وقتك، وين راح الوقت وين ذهب وين كذا، أو لديك تطبيق، مش مهم الوسيلة لضبط الوقت، المهم أن يكون وقتك مضبوط. مش لما يكون الانترنت بتقضيها مثلا 15 ساعة يوتيوب والباقي نوم والسلام والرحمة، لا، فهذا مهم جدا. لأن لما يكون الانترنت متوفر وانت مستغله بشكل صحيح وممتاز، لما يذهب الانترنت يخف الضرر، لأن الحصيلة المعرفية اللي انت اكتسبتها، يعني ما ضيعت وقتك لما كانت الأمور المتاحة، فعندك الحصيلة المعرفية وفيك تمشي يعني في الترجمة بشكل جيد. الشيء الثاني، نوع مصادر الانترنت وضع احتياطاتك، خاصة لو هذا يكون عملك الرئيسي، يعني فهو هذا العمل الرئيسي مصدر رزقك. فلما بيكون مصدر رزقك لازم تنوع، لما بالأخص لما بتكون في المرحلة الأولى وانت يعني بتكون نفسك، بتصنع المكتب تبعك، بتشتري المعدات والأشياء اللي، لأن هذا أيضا موضوع مهم جدا، وهو كيفية الاستثمار المالي في نفسك لما بتكون في مجال صناعة المحتوى أو كمترجم أو كاتب يعني. فهذا مهم، هو أنه معظم الدخل الأول اللي بيجيك يعني الأشهر الأولى، هي لازم الاستثمار في المعدات الشخصية ومكتبك. لذلك هنا من بين الاستثمار هو تنوع مصادر الانترنت، فيكون عندك راوترين مثلا، عندك يعني احنا هنا نسميهم مودم، جهازي يعني يجلبون الانترنت، راوتر، ومثلا مفتاح شبه فلاش ديسك، هذاك يعني صغير هكذا ويركب يعني في الحاسوب، واي فاي ديفايس او شيء من هذا القبيل. فهذا بتلاقيه كثيرا عند شركات الاتصال، كل واحد شو يسميه، مفتاح الانترنت مثلا هنا حسب اريده او جازي. فبيكون عندك مصادر للانترنت، وطبعا المصدر الانترنت من الهاتف المحمول، فهذه تستثمر فيها لانها ضرورية.
وليش؟ لأن أيضا الإجابة وسرعة الرد على العميل. مثلا أنت لما بتعمل عن في مستقل أو استكتب، ما ينفع أنك ترد على العميل بعد 24 ساعة، فهذا يعطي صورة مش جيدة عنك، وأيضا يذهب العميل. فالرد السريع مهم جدا في هذا الموضوع. نمضي الآن إلى الحلول، والتي قلت أنها ثلاثة، والحل البديهي الطبيعي هو القاموس الورقي. فالقاموس الورقي لازم تكون أيضا من عدة المترجم اللي موجودة في مكتبه زي ما قلنا. وصحيح القواميس الورقية بتكون غالية ومكلفة نوعا ما، لكن يجب أن تشتريها في رحلتك القادمة إلى السوق أو إلى المكتبة. ضع ذلك في قائمة المشتريات، قاموس ورقي. بس لنفرض مثلا أنه ما في عندك قاموس ورقي، وأنك في بداياتك وذهبت الانترنت، هنا بتروح إلى المكتبة، مكتبة العامة اللي تكون يعني مجانية أو ببطاقة بسيطة الاستخراج. فهنا أيضا، لأن لما نقول نحن يعني لما نقع في مشكلة، لازم أصلا أنت من قبل واضع سيناريوهات و بتعمل فيها. مثلا بطاقة عمل بطاقة لمكتبة عامة، فهذا أمر ضروري، يعني حتى لو لم تستفد منه، لكن يجب أن تستخرج تلك البطاقة وتضعها كاحتياط. فالمكاتب، معظم المكاتب العامة، ولا حتى مكتبة الجامعة، ولا مكتبة المؤسسة اللي تعمل فيها، أو المكتبة الكلية اللي تدرس فيها، أو شيء يعني أي كيان، أي مؤسسة لديها شيء اسمه مكتبة. فمعظم المكتبات، يعني أنا شخصيا لم أرى مكتبة ما فيهاش قواميس، يعني بالأخص في اللغات اللي منتشرة ويعني السائدة. فهذه must be، شيء يعني ضروري، شيء لا غنى عنه، فبتلاقي القواميس. الشيء الثاني، الحل الثاني، هو القواميس الأوفلاين، أي على الحاسوب أو الهاتف. وهذه تنقسم إلى أنواع. هناك مثلا أيضا لما تذهب إلى السوق المرة الجاية أو إلى المكاتب، اشتري سيديهات. صحيح بعض الناس عارف عندهم إشكالية في أن عندهم الفكر هذا الجديد يقتل القديم ولا شيء، معناه يقول لك مكتبة، شو أنت تحكي يونس، مكتبة في هذا العصر والإنترنت موجود وكذا شيء، أنت وين عايش؟ عايش في المريخ ولا وين؟ وهي لا، مش أنا منش عايش في المريخ، عايش في كوكب الأرض، في الجزائر بالضبط، والله المستعان. بس الإشكالية في أن الناس هذم اللي عندهم فكرة يعني الجديد يقضي على القديم، مش مطلعين كثيرا عن الله. لأنه مثلا أنا أتصفح موقع اللي يسموا فيه واجهة الانترنت، ريديت، وفيه مقال، بوست جديد، منشور جديد نشروه في لما جت تلك موجة الحر على العالم. فواحد حط لهم، قال لهم هل تعلمون أن المكاتب في الولايات المتحدة الأمريكية، وذكر أكثر أكيد من 10,000 مكتبة فيها الواي فاي، مبردة مكيفة يعني، ومكان هادئ. فحصل يمكن الله أعلم فوق 1,000، ويمكن هو حصل 10,000، لأني لا أتذكر الرقم الدقيق. على كل حال، وانتشر هذا البوست بشكل كبير جدا، وأعطى هذه النصيحة. وأيضا الاستراتيجيات الحكومية حاليا، يعني سواء في الدولة متقدمة أو دولة متخلفة، دائما فيها فتح مكاتب. وعندك مثلا، لا ومش بزنس أيونس، وانت ما تعرف جيف بيزوس والناس المتطورة والناس رايحة القمر. خلص، الناس رايحة القمر، جيف بيزوس اللي صانع تاع القمر، واللي صانع يعني عنده شركة بيطلع الصواريخ وعنده أحلام كبيرة جدا، هو نفسه، هو كشخص فتح عبر أمازون مكاتب واقعية لبيع الكتب، مكاتب واقعية. هو نفسه اللي سبب زعزعة يعني وزلزلة في المكاتب، لأنه بدأ أولا أمازون بدأ كمكتبة لبيع كتب أونلاين، رجع في الآونة الأخيرة، ويمكنك بحث على الخبر، لفتح مكاتب حقيقية لبيع الكتب. فزي ما قلت لك، إذا كنت أنت من الناس اللي يقولوا الجديد يقضي على القديم، فهي فكرة خاطئة 100%،
فهنا أنا أشرت عنها لأنها خاطئة، لكي لا يعني ما تقول أني أروح أفتح ولا أجيب بطاقة مكتبة يعني شيء قديم وعفى عنه الزمن. لا يا حبيبي، مش شيء قديم وما عفى عنه الزمن وراح يتطور صح، لكن لن يعفو عنه الزمن. هذه واحد. ثانيا، حتى لو فرضنا جينا معاك في الكلمة وأنه عفى عنه الزمن صح، فالمسألة هنا هو أنه احتياط. احنا بدنا الآن نخلق سيستم، منظومة تبع احتياط لكي نجدها لما نقع في ورطة، فهذا الأساس. زي ما قلنا، القواميس الأوفلاين والتي تنقسم إلى قسمين، إما برنامج بتنزله على الانترنت، وإما يعني سي دي عادي، قرص صلب، قرص مدمج كما يقولون في الترجمات يعني. فهذا القرص المدمج يجيك واحد يقول لك ومن هو عادي تبع في القرص المدمج يا يونس، وانت راك مش عايش في الارض. هي الاقراص المدمجة ما زالت تشترى وما زالت تباع، والاقراص المدمجة فيها خاصية اخرى واللي هي انها تعمل دون انترنت. فهذا راح نطرح في الحلول، ما ناش نحكو عن الهاي تيك يعني او احدث التكنولوجيات فكذا. وانا زي ما قلت لك، انا شخص لا اؤمن بنظرية الجديد يقتل القديم، فبيبقى حل مفيد. فبتشتري لما بتروح المرة الجاية للسوق او للمكتبات، بتشتري قواميس ورقية، وأنصح بأكسفورد إنجليزي إنجليزي، ولونغمان إذا لقيت لونغمان عربي إنجليزي، وبالأخص إجمالا أي شيء تلقاه صادر عن مكتبة لبنان ناشرون اشتريه على ضمانتي. فهذا بهتريح رأسك يعني، لكي تريح رأسك من التفكير في أنا الأجود والجيد. فأنا يعني قضيت وقت كبير جدا، سنوات، مع هذه القواميس، ومتأكد بحول الله من صحتها، وهي أفضل من الحلول المتوفرة، من كثير من الحلول المتوفرة في الأنترنت. فإذا قلنا الحل الثاني هو القواميس الأوفلاين على الحاسوب ثم الهاتف. القواميس الأوفلاين قلنا نوعين، إما سديهات يعني أقراص مدمجة، أو بتنزلهم مسبقا عبر الانترنت، فلما يكون عندك انترنت يعني. فانت الان لما يكون عندك الانترنت بتضبط احتياطاتك كيف انك تذهب الى القواميس الاوفلاين. هناك عدة خيارات، بتنزل قواميس الاوفلاين وبتحطها في ملف تكتب عليه للاحتياطات. فهذه الحلين. نفس الشيء للهاتف ايضا. الهاتف مثلا هناك برنامج شهير ترجمة جوجل ترانسليت، فهذا البرنامج فيه نمط الأوفلاين، الترجمة الأوفلاين. وهناك عدة تطبيقات أخرى أيضا، مثلا أنا لدي تطبيق اسمه كالر نوت، وهو عبارة عن مفكرة بتكتب فيها، لكن اكتشفت أنه فيه خاصية القاموس، والقاموس هذا بيتنزل كتطبيق يعني آخر خارج الكالر نوت، وسوف أضع يعني رابطه، أضع رابط الكالور نوت فقط لأني ما لقيت الرابط القاموس المتبع اللي يتبعه. فهذا القاموس فيه قاموس كولينز وقاموس أكسفورد عربي إنجليزي، وفي كافة اللغات على كل حال، وفيه بتنزل القاموس فيشتغل أوفلاين. وهناك العديد من الخيارات يمكنك يعني بتشوفها في جوجل بلاي وغيره. سوف أنصح هنا في يعني لا، نحن قلنا قواميس الورقية ثم القواميس الأوفلاين الإلكترونية، لكن بننصح أنه تنجز في أنك أنت يعني لما عندك هذه الحلول لازم تنجز ما تعرفه وتترك ما لا تعرفه. يعني مش الوقت يضيع وخلص، لا، فأنت تنجز ما تعرفه وتترك ما لا تعرفه. بالضبط يعني تسرد كامل الكلمات التي لا تعرفها، لكن تنجز التي تعرفها، فتخفف العمل ولا تبدأ من الصفر عندما يعود الانترنت. ومن الحلول الأخرى هي الأجهزة التي لا تحتاج إلى الانترنت، منها مثلا الأدوات المترجمة. مثلا أنا لما ذهبت إلى يعني كنت مسافر في أحد الدول، ولقيت في متجر الهدايا لقيت عبارة عن قاموس صغير، يعني قاموس صغير هو يشبه لعبة أطفال، لكن مش لعبة أطفال، قاموس إلكتروني أوفلاين صغير ألماني إنجليزي
الله أعلم، أو ألماني عربي لست متأكدا 100%، لكن فيه ففيه هناك عدة أجهزة من هذه الأنواع، فيها هي أصلا قاموس، قاموس ومحدد فقط، مثلا تلقى قاموس من الإنجليزية العربية ولا يحتاج إلى أنترنت أو إلى أي شيء آخر، يحتاج فقط بطارية صغيرة، فهذه أيضا حل من الحلول، يعتبر بيسهل عليك العملية مهما كان، يعني لأن نحن نحكي عن حلول احتياطية، ما نحكي عن حلول سحرية يعني، فهذا الأساس، يعني نحن ما نحكي عن أفضل الحلول، لا، نحكي عن الحلول اللي بتمشي لك الحال في هذا المقزق الذي وقعنا فيه. إذن كما قلنا هناك ثلاثة حلول مقترحة: القواميس الورقية، المكتبة بدك تنخرط أو تذهب إلى السوق وتشتريها، عفوا عندك القواميس الأوفلاين على الحاسوب والهاتف، وأفضل الهاتف، ليش؟ لأنه قوي في هذه المجالات، والأجهزة التي لا تحتاج إلى انترنت زي ما قلنا القواميس، يعني الأجهزة البسيطة الإلكترونية اللي فيها أصلا قاموس فقط ولا تحتاج إلا إلى بطارية ولا تحتاج إلى اتصال بالإنترنت، مع ملاحظة زي ما قلنا عندك ملاحظتين أخيرتين، هو إنجاز ما تعرفه وترك ما لا تعرفه، بعدين تراجع وتضيف بعد رجوع الإنترنت، فهيك لا تعمل، لا تبدأ العمل من الصفر. فهذه يعني نصيحة إنتاجية لكي لا تضيع الوقت. والملاحظة الثانية والأخيرة هي قراءة الملف كاملا، حتى يعني تقرأ الملف كاملا ويحبذ بصوت عالي كي يسهل عليك الترجمة، عملية الترجمة لما تعود للإنترنت، ولا تستهينن ولا تستخفن بهذه النصيحة، يعني الأخير قراءة الملف كاملا صح فعلا بتسهل عليك الترجمة وبتخلي ترجمتك دقيقة وحلوة بإذن العلي الواحد الأحد. أشكركم على الاستماع لهذه الحلقة، نتكلم أو نلتقي في وقت لاحق إن شاء الله في حلقة أخرى، أرجو أن أكون قد أفدتكم، شاركوا الحلقة مع أصدقائكم، إلى اللقاء في حلقة جديدة. الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل، رواية إيفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة. إن خير من استكتبت قلم قوي وفكر رصين. استكتب، منصة صناعة المحتوى النصي في العالم العربي. نأمل أن يكون موضوع هذه الحلقة قد نال استحسانكم، انتظرونا في الأسبوع القادم، ولا تنسوا مشاركة الحلقات والاشتراك بالبودكاست، علما أنه بإمكانكم مراسلتنا باقتراحاتكم للتحدث عن أي موضوع يتعلق بالكتابة والترجمة وصناعة المحتوى.